هذا لقاء اللجنة الدائمة لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية. وهذا مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية يضم أكثر من 45 حزب سياسي من مختلف الدول الإفريقية، شمال جنوب شرق غرب إفريقيا، هو كيجتمع كيتداول باش ينشط الحياة السياسية بالنسبة للأحزاب السياسية الإفريقية وباش يكون التعاون. لأن اليوم كما قال جلالة الملك في إحدى الخطب، إذا كان القرن العشرين هو قرن مقاومة الاستعمار ومحاربة الاستعمار، فإن القرن الواحد والعشرين هو قرن محاربة الهشاشة، محاربة الفقر، محاربة التجزئة والتفرقة في إفريقيا، وبالتالي فغادي يكون جزء الكبير ديال النقاش غادي ينصب على التحديات أمام الأحزاب الإفريقية. المغرب منخرط في هذه الديناميكية اقتصادية، ديناميكية تنموية، على أساس أن مقاومة التحديات التي تعيشها إفريقيا وخصوصا التحديات الأمنية يجب أن لا تتم فقط من مدخل القوة أو من مدخل التدخل العسكري كما تفعل بعض الدول، مدخل المقاومة الأمنية، ولكن من مقاربة شمولية كتدمج ما هو ثقافي بما هو حضاري. المغرب بلد أصيل في أفريقيا وبلد عريق في أفريقيا وبلد يضم كثير جدا من المواطنين الأقطار الأفريقية، نعلم ذلك يعني، ولعل هو البلد الوحيد ربما الذي اتخذ خطوات عملية في أن يصبح هؤلاء المهاجرون وصلاء في بلدهم يعني. ولذلك أنا أعتقد أنه انفتاح المغرب ومزيد من الانفتاح في السياسة الخارجية على أفريقيا شيء مطلوب. نعم، نحن نعتقد أنه دي من هذه من التحديات التي يحتاج المجلس أن يلعب فيها دورا أكبر في الفترة القادمة. النزاعات داخل الوطن الواحد على أسس عرقية أو دعاوى التهميش، التطرف والذي يقود إلى الإرهاب، تطرف ديني أو غير ديني، هذه قضايا ينبغي للأحزاب السياسية أن يكون لها فيها دور، تدعم فيه يعني الجهود الرسمية في محاربة التطرف، وتعمل فيه عمل كبير جدا في القاعدة حتى يعني لا تجد الدعوات المتطرفة يعني قبولا عند الشباب خاصة. نحن نحمد لحزب العدالة والتنمية صلاته وحرصه على الوفاق الوطني وحرصه على التحالف والتوافق مع الأحزاب، ولذلك على الرغم أنه حزب الأغلبية في ما أعتقد هو الآن في حكومة فيها أربع وعدد من الأحزاب، يعني هذا توجه يحقق الوحدة الوطنية والوفاق الوطني ويقطع الطريق على محاولات التأثير الخارجي السالبة علينا. ولذلك أنا أعتقد أنه هو وفق كثير جدا في إدارة البلاد في الفترة السابقة مع حلفائه، ووفق في مد جذور التواصل يعني. ولذلك أنا أفتكر أن هذا التواصل هو الذي يقطع الطريق على بعض الفئات التي تحاول أن تثير النعرات وتثير الشكوك وتفسد الحياة السياسية.